Hallo, liebe Schüler und liebe Schülerinnen. Wie geht's euch? Und guten Tag, sabah el khair. النهارده ان شاء الله هنكمل في الدرس الرابع لكتيون 4. هناخد النهارده تut weh Dialog. اول ديالوج عندنا وتاني ديالوج على برضو على الكوبا تايلر. طب يعني ايه الكوبا تايلر؟ كوبا تايلا يعني أجزاء الجسم اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله هنكمل وناخد تut weh Dialog. أول ديالوج ديالوج نمرة 1 عندنا A و B. A بيتكلم هالو كلاوس. يبقى يبقى مين اللي بيتكلم ده؟ أول واحد بيتر بيتكلم كلاوس. هالو كلاوس here is Peter. هنا بيكون بيتر، يبقى الاتنين هنا بيتكلموا في التليفون. هالو كلاوس هير است بيتر، معاك بيتر. قال له هالو بيتر، مرحبا يا بيتر. قال له دو انت وير سبيلن هويت، احنا هنلعب النهارده. كومست دو انت هتيجي ولا لا؟ طالما في كويشن مارك هنا يبقى سؤال، يبقى دو وير سبيلن هويت، احنا هنلعب النهارده. كومست دو تيجي تلعب معنا؟ ها بيتر رد عليه وقال له قال له ناين، لا ايش كان نشت، انا لا استطيع. اي كانت، لا استطيع. قال له فاروم دن نشت، فاروم دن نشت، يعني ايه فاروم دن نشت؟ يعني ليه لا؟ فاروم يعني واي، واي نوت، فاروم دن نشت. قال له ماين باوخ، ماين باوخ، خدنا ماين باوخ مالفت يعني ايه؟ باوخ يعني بطني. ماين باوخ tut so weh، mein Bauch tut so weh، يعني بطني تؤلمني. ich bleibe heute zu Hause، ich bleibe heute zu Hause، انا هبقى اليوم في المنزل، انا النهارده هفضل قاعد في البيت مش هنزل. طيب مش هتنزل ليه يا بيتر؟ عشان mein Bauch tut so weh، عشان بطني تؤلمني. تمام، يبقى كده كلاوس كان بيكلم بيتر، قال له مرحبا بيتر، معاك كلاوس كان بيكلم بيتر، قال له مرحبا بيتر، هتيجي النهارده تلعب معانا ولا لا؟ قال له لا انا مش هقدر اجي. ليه مش هتقدر تيجي؟ قال له عشان انا بطني وجعاني، ماين باوخ توت زو في. تمام، ده الديالوج نمرة 1. ناخد الديالوج نمرة 2. Dialog Nummer 2. Herr Müller, Herr Müller. مين اللي بينادي على هير مولر؟ هير مولر. بيتر برضو بيكلم هير مولر، بيقول له هير مولر، هير مولر، بينادي عليه. قال له يا بيتر، يا بيتر عايز ايه؟ قال له زابينا استكرانك. بيتر هنا بيقول له زابينا استكرانك. زابينا دي صاحبة بيتر معاه في الفصل. قال له ايست كرانك، يعني كرانك يعني تعبان او مريض. ال زابينا ايست كرانك، زابينا تعبانة. تمام، هنا هي مولر هيكلم زابينا بقى، يقول لها فاس ايست دين لوس زابينا، فاس ايست دين لوس زابينا، ايه اللي حصل يا زابينا، مالك؟ توت داين كوبف في، هل رأسك تؤلمك؟ يعني انت دماغك وجعكي؟ توت داين كوبف في؟ قلت له ناين. لا توت داين باوخ في؟ طيب بطنك تؤلمك؟ قلت له ناين. لا واس هاست دو دين؟ واس هاست دو دين؟ طيب ايه اللي حصل؟ او ايه اللي تعبك؟ ايه اللي بيوجعك طيب؟ عرفيني. قلت له ماين فنجا، ماين فنجا، يعني الاصبع صبعي. قلت له ماين فينجر توت زو في، يعني صبعي يؤلمني. ها ايش كان نشت شرايبن، انا مش هقدر اكتب، انا مش هقدر اكتب عشان ايديا وجعاني وصبعي تعبني. لا اخ زابينا، اخ زابينا يعني انت بتمثلي يا زابينا، انت بتعملي كده عشان ما تكتبيش، زي ما بقول لكم يلا نكتب تقولوا لي ايديا وجعاني. ماين فينجا اودا ماين هاند توت زو في، يعني
تؤلمني مش هقدر اكتب. وبكده نكون خلصنا ديالوج نمرة 2 وخلصنا اول جزء في الدرس نمرة 4. Und bis dann, bis später. Tschüss.